فكيف احنا ممكن نختار المنتج الرابح؟ بالظبط كده، ده من اهم الاسئله اللي في الدروب شيبينج. وفي المطلق المنتج هو يعتبر ممكن يكون اهم حاجه في الدروب شيبينج، ولكن المنتجات كتيره وما بتخلصش. المنتج الرابح في حاجات معينه هي اللي بتاسسه بتخليه رابح قدامك. وفي وجهه نظري اول حاجه خالص عشان تختار المنتج الرابح هي ان انت تلاقي المورد او السبلاير الصحيح، السبلاير اللي هو فعلا مهتم بجوده المنتج لما بيبعتها لك، ومهتم بسرعه الشحن. سرعه الشحن من اكبر المشاكل اللي بتقابلنا في الدروب شيبينج، فلما تلاقي منتج عنده سرعه شحن جميلة ومهمة يعني قليلة يعني، هو ده المنتج اللي بيكون صح. وبعد كده انت عشان تختار المنتج في كذا خطوة بتعملها، بتكون اساسها الاولاني ان انت من خلال انك تفتح المتاجر المنافسة ليك من خلال جوجل، انك تعمل سيرش على جوجل تشوف ايه اكتر كلمات وايه اكتر منتجات اتعمل عليها سيرش في خلال الشهور اللي فاتت او في خلال السنة اللي انت فيها، ومن ذلك بتلاقي كذا منتج بيفت او بيخش يعني ان هو من المنتجات الرابحة. ولكن ده مش معناها ان كل المنتجات اللي اتعمل عليها سيرش في العالم او في البلد اللي انت بتبيع فيها منتجات رابحة. بعد كده بتاخد خطوة زيادة، بس في الخطوة دي بتبدأ تأسس انت هتعرف تجيب المنتج ده بسعر قد ايه وهتعرف تبيعه بسعر قد ايه. طبعا الهدف ان انت تبيع المنتج بتاعك بسعر اقل من السعر اللي المنافسين بتوعك بيبيعوا بيه. ولو لقيت منتج بينزل تحت الكرايتيريا دي طبعا تتأكد ان هو ده المنتج الرابح بتاعك.